بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mari belajar bersama-sama, yaitu Al-Berjanji Adiril yang ketujuh. بسم الله الرحمن الرحيم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته صويبة الأسلامية الذي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سورا وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندى وحكاه ثم أرضعته الفتاة حليمة السعديه. Di sini ya, saya kasih tanda bulat di sini berhenti. Wa kana qad radda kullum minal qaumi sadayha li faqriha wa aba فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودرس دياها بدر در لبنه اليمين منهما ولبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية
وسمنت الشارف لديها والشياه وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وترز السعد برد عيشها الهني ووشا عن طير اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. صدق الله العظيم. Semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon dikoreksi, ada salahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.